السلام عليكم، نبارك للإمام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولمراجع الدين العظام وللعلماء الأعلام وللمسلمين أجمعين بل للناس كافة ولادة النور الحادي عشر الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة مشاهدي الأعزاء بهذه المناسبة السعيدة، كما أرحب بضيفي في الاستوديو سماحة الشيخ سلام العسكري. أهلا ومرحبا بك، أسعد الله أيامكم. الله يجزيك بالخير، أسعد الله أيامكم إن شاء الله. لعلها مفارقة جميلة أن يتطابق اسمكم أو لقبكم مع لقب الإمام شرف كبير العسكري عظيم. عليه السلام سلام العسكري والإمام الحسن العسكري. الثرى من الثريا ولكن تيمنا ان شاء الله تعالى انتم من خدامه من مقبولين المرضين ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. شيخنا، ظاهره تعدد الالقاب لدى اهل البيت عموما عليهم السلام وبالخصوص صاحب الذكرى اليوم الامام العسكري عليه السلام، هل يكشف عن شيء ما هذه الظاهره في انه له العديد من الالقاب والكنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه نبارك للامه الاسلاميه جمعاء ولامام العصر والزمان تحديدا بالولادة الميمونة لوالده صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة هذه المسألة حظيت بعناية السادة العلماء كثيرا، وقالوا نبحث عنها لمزية موجودة فيها. يعني كل الناس لها ألقاب، كل الناس لها أسماء وألقاب، لماذا نحن نبحث في عليات أو في مقاصد أسماء وألقاب المعصومين عليهم السلام؟ الجواب بجملة واحدة وواضحة، لأن هذه الألقاب وهذه الأسماء خلعها عليهم المعصومون، يعني الجهة المعصومة، أقصد إما الله عز وجل أو رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى. فحين يأتي الباري تبارك وتعالى ويقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يأتي اسمه معه من الله عز وجل، نعرف أن هذا الاسم بما أن الله سبحانه وتعالى تدخل في إعطائه لابد أكو مقصد، فنبحث في مقصد معنى يحيى. هناك اختيار واصطفاء معين من قبل الله جل وعلا يعني في التسمية أيضا. أي يعني مثلا لو أخذنا هذا الموضوع إلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في تسمية أي واحد من عباده. يعني مريم العذراء على جلالة قدرها وعلى عظيم منزلتها وكبرها، الله سبحانه وتعالى يقول في آل عمران على لسان أمها حنة وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أمها تقول وإني سميتها مريم. ولكن نأتي إلى بعض الشخصيات، لا الله تبارك وتعالى يتدخل في تسميتها، مثلا عيسى ابن مريم ويبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. عيسى بشر وسمى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهكذا. فلابد أكو مغزى. الإمام العسكري عليه السلام كسائر آبائه الطاهرين بعض ألقابه الناس أعطتها له، الناس أعطتها له، وبعض الألقاب لا جاءت معهم، يعني جاءت عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام عن جدهم المصطفى، يعني بلحاظ المزايا التي تمتع بها. نعم، إما مزايا، يعني هذه الألقاب إما تكشف عن مزايا خاصة أو صفة اشتهرت عنده. يعني مثلا كلهم صادقون، ولكن جعفر ابن محمد الصادق. لماذا؟ لأنه كثر الكذابة والتوجهات والمشارب والمذاهب في زمانه، فهو أصدق القائلين كان في زمانه. السجاد أو زين العابدين هكذا، فليقم زين العابدين، لأن العبادة يعني شبه اللي انطفأت بعد الحسين عليه السلام الذي نهض بها وحمل مشعلها من جديد وأحياها علي بن الحسين سلام الله عليه. هكذا في زمان الإمام الحسن العسكري كثر التفاخر بالتعسكر. واحد يلتجئ إلى الترك مثلا، خصوصا في زمان الإمام الحسن العسكري كانت الدولة العباسية آنذاك يعني تعتمد تتكئ كثيرا في قوتها على الأتراك. حتى قال الشاعر خليفة في قفص بين وصيف وبغى، قاد أتراك فينهم وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغى. قصد فالعفو. الإمام العسكري عليه السلام لقب لعله لهذا الغرض، وفيه رواية أن الإمام عليه السلام كشف عن عسكره بمحضر بعض الظلمة الذين كانوا يحاولون التباهي بعسكرته. هذه رواية خاصة، أما المشهور لدى العامة أنه نسبة للعسكر لسامراء. أحسنتم. ولكن الذي نعتقده نحن
تبعا لأئمة الحق والهدى عليهم السلام أن رسول الله هو الذي خلع عليه العسكري بحديث تسميته صلى الله عليه وآله لكل واحد واحد. نعم في صحيفة النور, صحيفة النور. الاسم والكنية واللقب كل هذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشترك أبوه الهادي عليه السلام بنفس التسمية أيضا وبنفس. نعم هذا بالنسبة إلى ما قاله الناس عنهم. الناس قالت عن الإمام الهادي العسكري نسبة لسكناه في العسكر في سامراء. نعم السؤال هنا أيضا كيف اهتدت الأمة إلى إمامته؟ نعم. وما دلائل تلك الإمامة وكم دامت بعد أبيه؟ نعم. يعني هو مولود صلوات الله وسلامه عليه 232 للهجرة, والأئمة الأربعة. نعم. اللي بعد الإمام الرضا عليه السلام. نعم. أقصد الإمام الجواد عليه السلام, ثم الإمام الهادي, ثم العسكري, ثم الحجة عليهم السلام أجمعين. هؤلاء تميزوا بقصر العمر. أنا راح تقول لي الإمام المهدي قصير العمر؟ نعم, لو 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 بقي ولم يغيبه الله عز وجل, الحكمة الإلهية ما تدخلت في تغييبه, لقتل في عمر 5 سنين أصغرهم عمرا نسيب. هذا هو ديدن وأئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم لا ذول الأقصر. أربع الأواخر. نعم. أقصر الأئمة عمرا. الإمام الجواد عليه السلام 20s, يعني 24, بعض يقولوا 6 أشهر 5, يعني 20s بالنتيجة. نعم. كذلك الإمام الهادي 32 أو 34, يعني في ريعان الشباب. نعم في ريعان الشباب, وهذا كاشف عن مدى بطش السلطة فيهم. قد كانت السلطة قوية وباطشة وظالمة. تتخيل يا سيدي الكريم في زمان الإمام الهادي عليه السلام, سلام الله. كان الحاكم المتوكل, حتى نعرف شيء من 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 صعوبة إمامة الإمام العسكري عليه السلام. سلام الله. واحد من الرواة روى رواية في فضل علي عليه السلام, في حب علي أمير المؤمنين, وهو ليس شيعيا, من فقهاء الطرف الآخر. فألقوا القبض عليه, السلطة ألقت القبض عليه, وأمر الحاكم يومئذ أن يحمى له قير. هذا الجير. نعم. يحموه. نعم. نعم. إلى أن يغلي, ثم يصب على رأسه بمرأة ومحضر الناس حتى يكون عبرة لمن اعتبر أنه لا تروي في فضل علي. وكل جريمته أنه روى رواية علي عليه السلام في فضائل علي عليه السلام. فاستشفع له بعض الفقهاء في ذلك اليوم, وبعض الساسة, بعض السياسيين, فخف في الحكم على أنه يطرد من العاصمة ويسكن في مناء البلاد في أقاصيها. وبعد لا يرتقي منبر ولا يفتح كتاب للتدريس. زين هذا هذا حدث حديثا. زين كيف ابن علي بن أبي طالب هذا ما يفسر التجاء الإمامية على مر التاريخ إلى التقية, والتي تعد اليوم لدى البعض, لدى بعض السذج سبة. نعم ليست سبة, هي نطق بها القرآن الكريم, وهي ترس ودرع وحماية وحصن الله عز وجل أباحه لعباده يتحصنون به من المخاطر التي تهدد وجودهم. يعني إذا كان الخطر لا يتهدد نفس الوجود, وجودك نفسه, لا طبيعي لا تتقي. كلمة حق عند سلطان جائر أعظم الجهاد. لكن أحيانا واحد يشوف بالحكمة, ما حكمة الإنسان اللي الله عز وجل أودعها فيه, يشوف أنه هذه الكلمة مو فقط يخسر نفسه, لا يخسر وجوده, يعني وجود طائفة بأكملها مثلا, وجود كيان بأكمله. بعد هنا مو من الحكمة أن تتحدث بكل ما تعرف, وإنما يصبح نوع من نوع من أنواع المدارات لعقول الطرف الآخر التي لا تستوعب ثقل ما عندك. حتى الأنبياء عليهم السلام بمعنى من المعاني تعاملوا مع أممهم بالتقية. نحن معاشر الأنبياء لا نكلم الناس إلا بقدر عقولها. يعني اللي عندنا أوسع من اللي انطيناه بقدر استعدادك. إذن هذه نوع من أنواع التقية. الله عز وجل يقول إلا أن تتقوا منهم تقاتل يذكركم الله نفسه في النساء, في سورة النساء. مما يعني أنها رخصة أباحها الله عز وجل لكل عباده. الآن حتى في البلاد, وهذه نقطة مهمة جدا حساسة, اللي يتنطع على الشيعة ويتمسخر, يعني إذا نظر الآن بالكذب والافتراء. نعم. والبهتان. إذا نظر إلى كل الدول الراقية الآن المتحضرة في نظرنا, اعتبرها دول راقية ومتحضرة إنسانيا, يعني تكنولوجيا, غير ذلك. هؤلاء يعملون بالتقية أيضا. كيف؟ يقول لك أنت مكون لك عقائدك ولك حريتك تمارس حقوقك. جيد. طبيعي. جيد. لكن أن لا تعتدي على الآخر
لا تسب لا اي نعم. نعم. نعم لا تسخف لا الازدراء بالأديان لا تزدري نعم الازدراء نعم. بالأديان نعم. هذا تقية نعم. نعم. تقية يعني مثلا أنا أعيش في بلد مثلا نفترض نعم. وفيهم من يعبد الشيطان مثلا أكو موجودين أو الحيوانات نعم. جلكم الله زين. كثير من هؤلاء هؤلاء محل سخرية محل ازدراء تنمر وازدراء وتنمر أحيانا نعم, نعم. لكن في بعض البلدان الراقية جدا يقول لك مو من حقك أنت إذا أردت أن تناقش الحجة بالحجة نعم مسموح لك الواجب احترام الآخر مهما كان فالكل الكل حتى أي واحد في تعاملاته اليومية على ذكر أحيانا يتقي على ذكر التقية وهو نعم. باب طويل وواسع الحديث فيه متشعب أيضا نعم. هناك من يرى أن التقية في زماننا أوجب من سائر الأزمان نعم. الأخرى هذه فيه رواية عن أهل البيت عليهم السلام لأنك نعم. صرت تتقي حتى ممن هم من بني جلدتك نعم. ممن يصطلح عليهم شيعة مثلا نعم لأنهم يخالفونك في الرأي نعم احنا مفهوم القوة نعم عندنا نعم العفو نعم نعم وهذا موضوع حقيقة انت أثرت الآن يعني نعم موضوع نعم عبقري جدا هذا الموضوع هاي النقطة حساسة جدا وحرجة نعم انه أصلا ما هي القوة نعم احنا نقول مثلا إذا كثرت المقدرة عندنا يرفع قناع التقية نقدر نعم نسولف صحيح إذا القوة قلت عندنا احنا المفروض نتقي نتقي هو أصلا خلنا نتفق القوة شنو هي مناط هذا المناط نحرره القوة ما هي مفهوم نعم مشكك أحسنتم القوة إحنا في منظارنا بالدرجة الأولى والرئيسية والأساسية حضور المعصوم عليه السلام صلوات الله صلوات إحنا أقوى بحضور إمامنا عليه السلام فإذا كان أئمتنا وهم حاضرون أمرونا بالتقية فكيف إذا غابوا فكيف في غيابهم فكيف في غيابهم في غياب إمام العصر والزمان عليه السلام سلام الله قطعا يجب أن تتقي ليش لأنه أنت عندك يعني تاريخ وعندك قراءات مختلفة للتاريخ نعم متعددة وعندك ناس بعضها يفهم وكثير منها لا يفهم ما تقول فيجب التقية قالوا الأئمة عليهم السلام في الغيبة أوجب عندنا روايات كثيرة كونوا أحلاس بيوتكم لا ترفعوا يدا ولا لا تحركوا يدا ولا رجلا كل صاحب راية قبل المهدي فهو طاغوت يعبد وهكذا عشرات الأحاديث تشير إلى هذا المعنى تشير إلى هذا المعنى مهم جدا والحساس أي عليك أن تتقي في الغيبة الكبرى أكثر من غيرها سمحت شيخ يعني يشاع أو يقال أن الإمام العسكري عليه السلام هو من أو أول من أسس نظام الوكالة نعم هل يصح ذلك نعم صحيح فعلا صحيح وهل تختلف الوكالة نوعا ما عن المرجعية اليوم نظام المرجعية نعم هذا الموضوع يعني نعم الأئمة عليهم السلام اصطنعوه أو بثوه بين شيعتهم تدريبا للشيعة على قضية المهدي عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف تدري الشيعة ألفوا حضور أئمتهم عليهم السلام بيناتهم يسألونهم كذا يروحون يجون عادي لكن أن يغيب الإمام فجأة من بين أيديهم من بين ظهرانيهم وكثير من عندهم بعدهم ما شايفينه إلا الخلص القلة القليلة اللي أشهدهم الإمام العسكري على ولادة المهدي نعم عليه السلام وصاروا ينقلون لخواص الشيعة زين تجي فجأة وإذا غاب عنهم إمامهم ما الذي سيحصل فبدأ الأئمة عليهم السلام من الإمام الهادي طبعا إحنا إذا نكون دقيقين من نعم الإمام الهادي عليه السلام بدأ نظام الوكالة ثم فعله أكثر فأكثر الإمام العسكري عليه السلام ثم تقبلته الشيعة حينما أعلن الإمام المهدي عليه السلام أن الواسطة بيني وبينكم في الغيبة في طول الغيبة الصغرى وكلاء وهذه الوكالة طبعا فيها رواية جميلة جدا إذا يعني أكو وقت نسولفها عن أحمد بن إبراهيم وهو من أجلاء الشيعة ومن رواتهم يقول دخلت على السيدة حكيمة السيدة حكيمة أخت الإمام الهادي بنت الإمام الجواد أخت الإمام الهادي عمة الإمام العسكري وجدة الإمام الحجة عليه السلام جليلة القدر معروفة عظيمة إلى آخره فيقول أحمد بن إبراهيم يقول أنا رحت طرقت الباب عليها بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام أسألها عن الخلف بعده من الإمام بعد الإمام العسكري من هو فهنا شاهدنا راح يصير هذا موضوع الوكالة تقول فقالت بعده ولده محمد أو فلان ابن العسكري عليه السلام فقلت أين هو؟ قالت غائب فقلت إلى من تفزع الشيعة من بعده؟ من بعد غيابه وين تروح الشيعة؟ فقالت إلى الجدة أم أبيه
من هاي الجدة أم أبيه يعني أم العسكري نعم عليه السلام. نعم هذه السيدة زوجة الإمام الهادي اللي هي السيدة سوسن أو صيقل النوبية من النوبة من نعم مصر نعم من جنوب مصر نعم اللي الإمام الهادي قال عنها سليل أو سليل, سليل سوسن أو سليل مسلولة من العاهات والآفات والأرجاس والأنجاس. سيدة جليلة طيبة طاهرة نقية تقية عالمة فاضلة قالت له معصومة بالعصمة الثانوية الثانوية مثلا يقول هذا الشائع نعم, نعم, نعم فقالت له ترجع الشيعة إليها. فقال عجبا كيف أأتم بإمام أمره إلى امرأة, هكذا قال لها. فقالت له السيدة حكيمة قالت له كما فعل الحسين عليه السلام فقد أوصى إلى زينب في الظاهر تسترا على زين العابدين عليه السلام. فنظام الوكالة مقصودي نظام الوكالة فعله الأئمة عليهم السلام, احتاج إليه الأئمة هيك برهة من الزمان مثل الإمام كانت الحسين. كانت تلك الوكالة في زمانها خاصة وليست عامة خاصة كما نعم اليوم. نعم نعم الوكالة العامة. أود أن نقابل بين الوكالة في ذلك الزمن وبين المرجعية اليوم, ولكن نعم بعد أن نتوقف عند فاصل قصير للاستراحة. إذن مشاري الأعزاء نتوقف عند هذا الفاصل للاستراحة قليلا ومن ثم العود للحديث عن مولدي وشخصيتي وسيرتي مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كونوا قريبين لا تذهبوا بعيدا. أفراح أفراح يا الغالي تحلى الأفراح فواح فواح يا الغالي عطرك فواح واشرب هذا الميلاد أجمل وأحلى الأعياد يا الغالي عطرك فواح كلمة ومن وجدان أحبابك هاي الكلمة نورك يا المحبوب علينا نازل نعمة يا الحسن بحسنك تتغزل حتى النجمة مهدك حتى ملاك الباري نزلت يمه مهيوب مهيوب من الله وجهك مهيوب محبوب محبوب من الله وجهك محبوب باسمك فرحة وتزداد أجمل وأحلى الأعياد يا الغالي عطرك فواح أفراح يا الغالي تحلى الأفراح فواح فواح يا الغالي عطرك فواح واشرب هذا الميلاد أجمل وأحلى الأعياد يا الغالي عطرك فواح بارك للهادي بميلادك يا ضيعينه يا العسكري نورت بجيتك كل سنينه حبيناك ودايم حبك عايش بينا كل عام نجدد هالفرحة يا والينا محلاك محلاك ميلادك انت شمحلاك نهواك نهواك من عالم الثر نهواك سيد انت وبن اسياد اجمل واحلى الاعياد يا الغالي عطرك فواح يا الغالي تحلى الافراح فواح فواح يا الغالي عطرك فواح واشرب هذا الميلاد اجمل واحلى الاعياد يا الغالي عطرك أهلا بكم من جديد وأجدد لكم التهنئة والمباركة بمولدي مولانا الحسن العسكري عليه السلام, كما أجدد التهنئة أيضا لضيفي سماحة الشيخ سلام العسكري. سلمك الله وحفظك الله والله يتقبل إن شاء الله منا ومنكم حياكم الله. قبل الفاصل شيخنا تساءلنا عن
نوع المشابهة أو المماثلة بين نظام الوكالة الخاصة في زمان الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري عليهما السلام وما نعيشه اليوم في ظل المرجعية؟ هل نظام المرجعية امتداد لذلك النظام نظام الوكالة أم هو متفرع عن جهة أخرى أو موضوع آخر يختلف؟ يعني الأئمة عليهم السلام كانت لهم طرق سبل تواصل بينهم وبين شيعتهم. نعم. سلام الله على الأئمة الأطهار. حسب الظروف وحسب المواقع حسب الأزمنة الأمكنة كذا تغير تبدل الأحوال إلى أن ضاقت الحلقة شيئا فشيئا بغيبة إمامنا الحجة عليه السلام. فبادر الإمام العسكري في الحقيقة الإمام الحسن العسكري عليه السلام الحديث ينسب إليه بفتح باب الوكالة العامة. كيف يعني الوكالة العامة؟ يعني أن نحن لا نشترط اسما وإنما نشترط مواصفات ما يعرف بالشرائط فمن شرائط أحسنتم فمن وجدت فيه هذه الشرائط جاز لكم أن ترجعوا إليه لأن من جملة الشرائط أن يكون مختصا بالحلال والحرام بحلال الله وحرامه وطبقا لما ذكره أئمة أهل البيت عليهم السلام. فقال أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا الإمام الحجة أقصد قال فإنهم حجة الله عليكم وأنا بعد حجة الله. الإمام العسكري قبله قال فمن كان من الفقهاء طبعا هذا مشهور بين الشيعة ولكن للأسف الشديد كثير من عندنا ما يعرفون وين قال الإمام يعني بالضبط حتى مثل ما يقول نعرف موقع هذا الحجر في أي موقع من البناء من البناء العقدي. سئل الإمام عليه السلام عن الاتباع الأعمى الذي يرجع به اليهود والنصارى إلى فقهائهم وقد ذمهم الله عز وجل فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقالوا له شلون يا ابن رسول الله؟ قال والله ما أحلوا لهم حلالا ولا حرموا عليهم ما أحلوا لهم حراما ولا حرموا عليهم حلالا عفوا لم يدعوهم إلى عبادة أنفسهم لم يدعوهم إلى عبادة أنفسهم وقال اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله قال ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم وإنما أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فأطاعوهم فكانوا لهم عابدين يعني بهذا المعنى. فش قال الإمام عليه السلام؟ الرواية مطولة جدا قال إذا شفتوا بعض فقهاء الشيعة يميلون ميل فسقت الفقهاء العامة واليهود والنصارى الذين كانوا يسايرون الظلمة ويمشون في ركابهم ويحلون الحرام ويحرمون الحلال أولئك لا ترجعوا إليهم ولا كرامة. جاء من يرجع يا ابن رسول الله؟ قال وأما هاي وأما يعني معطوفة على شيء سابق شيء سابق وهو كان مهم وخطير ذاك كان محرم ذاك النوع من الفقهاء محرم بيان الصنف المحرم اتباعه ثم بيان الصنف المحلل أو المجوز لك أن ترجع إليه. قال وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام هاي مو تخييرية فللعوام أن يقلدوا مو تخييرية لا وإنما الموقع موقعها من الجملة يجعلها تبدو وكأنها تخييرية ظاهرة في الأمر يعني نعم كيف الوجود. يعني خل أجيب مثال قلت لك هذا النص يعني بحث يراد له بحث حقيقة وفي كثير من الزوايا المظلمة المعتمة يراد واحد يسلط عليها الضوء مثل قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف هاي فلا جناح تخيير يعني في الظاهر تخيير ولكن إذا تعرف سبب النزول هذه أمر وليس تخيير. لماذا سبب النزول ما هو؟ اختلفوا عند رسول الله يا رسول الله الطواف بين الصفا والمروة صلى الله عليه يا رسول الله أهو حلال أم حرام واجب أم مستحب من سنن الجاهلية أم ماذا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا لزعم الذين قالوا الطواف بين الصفا والمروة من سنن الجاهلية يجب أن تتركوه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح مثل ما يقولون أكو بي جناح وبأس ومأثمة فلا جناح عليه أن يطوف بهما مع أنه واجب لكن مقتضى السياق مقتضى النزول يقتضي هذا التعبير فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعضه فقهاء الشيعة لا كلهم نعم نتفق بعض الفقهاء حاز على هذه الرتبة والبعض لا وإن من بعضهم من هو أضر فتنة على ضعفاء شيعتنا من يزيد بن معاوية وجيشه على الحسين وأصحابه الله
ففتح الأئمة عليهم السلام هذا الباب حفظا لكيان الشيعة، حفظا لكيان الشيعة. نعم. وحثوا الشيعة على أن يتفقهوا في دينهم، على أن يتخصصوا في تعلم الحلال والحرام، كما الله عز وجل ندبنا لهذا، أمرنا أصلا. نعم. ليس ندبنا. نعم. زين. وقال فليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. زين. يعني هذا النظام النيابة العامة ما يعرف اليوم ويطلق عليه بالمرجعية الدينية. نعم. هو أصلا هو النظام، هو تطور عن نظام الوكالة الخاصة. نعم. أحسنتم. يعني باب من ذاك الباب اقتضته ضرورة. نعم. الغيبة قطعا. نعم. قطعا. اعتبار تمهيد. ونقدر نقول هالشكل يعني الطريق الشرعي الوحيد في الغيبة الكبرى طريق الفقهاء فقط. كل الطرق يعني ما أرد أقول مو شرعية بس ممكن إلا طريق الفقهاء، فإن الأئمة عليهم السلام جعلوه طريقا شرعيا نرجع إليه في الغيبة. شيخنا يعني خلاصة ما تقدم، يعني كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام يتصل بشيعته بالقواعد الشعبية عن طريق هذا النظام، نظام الوكالة. نعم. ومن ثم عندما أزف الوقت أو حان موعد الرحيل طور الأمر إلى النيابة العامة ليمهد السبيل أمام الشيعة ليتصلوا بالإمام المهدي. نعم. طبعا هذا في الحقيقة كان لسببين، يعني أولا قلت لك تعويد الناس على قبول فكرة الإمام الحجة عليه السلام والتواصل بالوكالة العامة أو الخاصة. والشيء الثاني ظروف الخاصة في سامراء، يعني التاريخ يذكر الطبري خاصة شديدة. الطبري يقول كانوا يفترون يشوفون منو اللي يسلم على الإمام. فإذا أومأ برد السلام عليه أخذ يأخذونه يعتقلونه. إما يقتل يسجن يعذب. وهل صح أيضا في التاريخ على ذكر هذه الرواية أيضا أن الإمام كان مطالبا بالمثول بين يدي السلطان كل اثنين وخميس؟ نعم. وكان يسجن يعني قرابة تعرض للسجن ثمان مرات. انسجن الإمام فعلا. نعم. فعلا سجن. وبعض الروايات حقيقة محزنة، يعني قضى. نعم. شهر رمضان صايم في السجن. فضلا عن الإقامة الجبرية أصلا هو سجن، يعني سجن كبير وسجن صغير. هذا هيك نقدر نعبر عنه. نعم. سجن الكبير سامراء، سجن الصغير سجن المعروف. روي أيضا سمحت شيخ أن الإمام استجاب لطلب المعتمد بأن يدعو له ليطيل الله عمره أو ليبقى في الخلافة 20 سنة، فبقي بالفعل 23 سنة. نعم. يعني ما فلسفة أن يستجيب الإمام لطلب كهذا وهو المعتمد. نعم. العدو يعني. نعم. شوف احنا استاذنا الفاضل الغاصب للخلافة وللحق. أحسنتم. نعم. واضح جدا. هذا طبعا كل هاي المسائل الغامضة عندنا إذا رجعنا بها للقرآن هواية تتبسط وهواية تنحل وتتوضح، يعني لا شك فيه تبيان كل شيء. نعم. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، شكور. نعم. حينما يمهل بعض الظالمين الله عز وجل ليس تفضل العسكري. نعم. مثلا أمهل فرعون في دعوته 4 قرون 400 سنة يعبد من دون الله والله عز وجل سامح له تاركه. يسأل الإمام الصادق عليه السلام ليش، شنو الغاية، يعني شنو اللي استحق به فرعون يبقى 400 سنة يعبد من دون الله؟ ما علمت لكم من إله غيري، إله في الأرض بس أنا، حكم الأرض تقريبا يعني. فيقول الإمام الصادق عليه السلام لخصلتين كانتا فيه شكره الله عليهما في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. شنو ذن الخصلتين؟ قال سهولة إذنه وبذل طعامه. سهل الإذن، فرعون على جبروته بس إذا عندك حاجة تترخص طب علي. وكذلك بذل طعامه. كان يقال ما يقعد على مأدبة إلا ويقول صيحوا للناس من برا كذا، أي واحد خلي يجي يدخل، أي جوعان خلي يجي يأكل. زين. شيخنا هذا درس لسياسيين. إيه نعم نعم درس لسياسيين اليوم أكيد قطعا. يعني إذا قطعاً أنا قلتها على المنبر وموجودة، يعني قلت فرعون أشرف في هاتين الخصلتين من كثير من سياسيين من دون زعل. حقيقة سهولة إذنه وبذل طعامه. وأيضا لهم رسالة أخرى أنه أنتوا حتى لو أنت مو تريد كرسيك يدوم أحسن إلى عباد الله حتى الله عز وجل يمدك يطول بعمرك مثل ما يقولون، يطول بحكمك تكون سببا. نعم. يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم. الحكم عن أهل البيت عليهم السلام قد يدوم مع الكفر كافر لكنه عادل يقول الله عز وجل يمد له. فمقصودي هذه النقطة أحيانا يعني نفس تطويل العمر
والمد بالنعم مو كاشف عن أن الله رضي عنه. أحيانا يكون استدراج، أحيانا يكون شكرا له على فعل آخر حتى بالآخرة ما يأخذ جزاء، وإلا بعض الأفعال تقتضي أن يحسن الله إليك عز وجل في الآخرة، خاصة أن الله لا يضيع أجل من أحسن. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهنا استغراقية ليست مقتصرة على مؤمنين أو موحدين. بعض الأعمال لا تقبل إلا من مؤمن، صح، كثير من الأعمال مشروطة بالإيمان، وبعض الأعمال هي بذاتها حسنة، مثل العدل مقبول من كل أحد، العدل زين، الصدق مقبول من أي أحد، أي واحد يكون صادق الله عز وجل يشكر له صدقه زين. الكرم وهو نوع من الإحسان طبعا إلى الناس، الكرم إحسان إلى الناس، قالها الرسول صلى الله عليه وآله لو كان مسلما لترحمنا عليه، سفانا بنت حاتم الطائي. يعني الأمر يعني يدور مدار الأمر، إما كان شكرا على مزية فعلها هذا الرجل فاستحق، وإما لا، هذا تطويل يعني بضررة، يعني استدراج له، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لا يشعرون. نعم يعني وأملي لهم إن كيدي متين. نعم هكذا إذن، وهو نعم يدور بين هاتين النقطتين، إما أو، وهو خلق إلهي طبعا طبعا بلا شك. أي الله عز وجل هو الشكور، من أسمائه الشكور. يعني أنت شو تقدم الله عز وجل؟ قطعا اذكروني أذكركم، بس لذكر الله أكبر. نعم سجل التاريخ للإمام العسكري عليه السلام صلوات الله عليه رأيا أو موقفا من بعض الحوادث والشخصيات التي جرت في زمانه، وبعضها حوادث جمة، مثلا كحركة صاحب الزنج. نعم في زمانه الأئمة عليهم السلام، خصوصا المتأخرون منهم، يعني بعد الحسين سلام الله عليه، بشكل عام ما كانوا يؤيدون هذه الحركات، أولا الارتجالية والمجهولة الأصل، واللي أغلبها أطماع سياسية، يعني تبدأ بشعارات رنانة طنانة كذا هيك، الرضا من آل محمد كما مثلاً بدأ العباسيون بشعارات مثلا، ولكن تنتهي بالنتيجة بالمآل النهائي، تنتهي حركات سياسية. وإلى الآن إحنا هم طبعا إلى الآن نعيش هذه الويلات والدمار حقيقة. تأتي إلينا بعض الحركات، بعض الأسماء، بعض المسميات، بعض الشخصيات، تأتي ترفع شعارا إسلاميا، ترفع شعارا إنسانيا خلقيا براقا، براق وهاج جذاب، فحين تنساق خلفهم وتروح بعض الشباب تنطحين، بعض الأعراض تنتهك، بعض الحرمات تداس، ثم أنت وراء 5 سنين 10 تشوف المركب رسى عنده ساحل بحر السياسة، أطماع ومناصب ليس أكثر من ذلك ولا أقل، ولم يلتزموا بولا مبدأ من مبادئهم اللي طرحوه في أول الأمر. لذلك الأئمة عليهم السلام أشد ما حذروا شيعتهم من هذه الحركات المشبوهة. بل في الغالب إذا ما ترتبط بنحو ارتباط بالمعصوم عليه السلام، الأئمة عليهم السلام لعنوها في زمانهم، لعنوها في زمان، لعنوا هذه تبرؤوا منها علانية، تبرؤوا علانية، لم يسبقوا عليها أي شرعية أبدا. لكن في نفس الوقت نلاحظ أن الإمام العسكري عليه السلام لم يؤيد صاحب الزنج وأدان الجرائم التي ارتكبها، وفي نفس الوقت لم يعطي شرعية للدولة القائمة قطعا قطعا. هذه أحيانا تكون وهذا أمر طبعا صعب جدا، المفروض شبابنا يلتفتون. أحيانا تكون عندنا يعني نعاصر ما يعرف بحركة بثورة الباطل على نفسه زين. يعني الباطل لا ينسجم مع نفسه، يعني يتقاتل يتصارع حتى مع نفسه هالشكل، يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله عز وجل يقول تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، ماكو سنة سنتين ثلاثة اختلفوا ثم تصارعوا، الآن دول عظمى، المصالح تجمع وتفرق. أحسنت، ودول عظمى يعني صار لها 40-50 سنة تحالفات ومثل قدوة إن إحنا العالم الثالث وهم العالم الأول ما أدري كذا، وإذا بهم ينهش بعضهم لحم بعض ويقتل بعضهم بكل بعضا وحشية، كل إجرام حقيقة وسفك للدماء. يعني قد يقال لماذا الإمام العسكري عليه السلام لم يستغل فترة ضعف الدولة وتدخل الأتراك، ومن ثم يركب الموجة ويدير الدفة لمصلحته؟ الأئمة عليهم السلام خلق نبوي، تحركهم تحرك نبوي. الأئمة لا يقصدون تغيير الحاكم بما هو، وإنما تغيير المحكومين حتى يأتوا بحاكم صالح،
كيفما تكونوا يولى عليكم. يولى عليكم. يعني أنا شنو الفائدة إذا المجتمع فاسد وأنا أجيب حاكم من عندهم؟ خب منين أجيب؟ من المريخ؟ قد يقال رأس الحكم إذا كان صالحا قد يؤثر لكل قد يؤثر دولة، قد يؤثر بنسبة من النسب، لكن هو منين نجيبه غير من عندنا؟ كيفما تكونوا يولى عليكم. يعني الآن أنت شوف مثلا من بعد السقوط إلى الآن مخرجات العملية الديمقراطية، نعم هاي طبيعي طبعا. أنا أقول يعني طبيعي إذا صرنا منصفين مع أنفسنا، كل التجارب الديمقراطية في العالم عبر التاريخ هي هيك بداياتها، وشوي شوي إلى أن تمر بإرهاصات طبيعي جدا. لكن بشكل عام أقول الموجود عندنا إحنا كحالة شعبية لا أبالي حقيقة، من ناحية النفايات مثلا، طريقة المسير، طريقة احترام الجار، كذا عندنا نوع من اللا أبالية، سلط علينا لا أباليين باختصار. وعدم استفادتنا يلاحظ علينا أيضا وعلى يعني كثير من الشعوب أيضا، أنه لا نتعظ من الدروس التي تمر، تتكرر علينا نفس الحالات يعني يصدر منا نفس الموقف. نعم نعم، كثير النسيان. الشارع العراقي كثير النسيان للأسف الشديد. يعني لدي سؤال أيضا يتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه صلوات الله، يعني كيف بأي وسيلة وبأي أسلوب مهد الإمام الحسن العسكري لولده الإمام المهدي بعده عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ أكثر من أمر. أولا يعني مهد له حين أشهد خواص الشيعة على ولادته، ثم يأتي بهم يستقدمهم دفعة بعد دفعة يريهم معاجز المهدي. تعرف احنا عندنا من مختصاتنا الشيعة، من مختصات اعتقادنا، نعتقد ان الامام يجب ان تكون له كرامات تميزه عن غيره، يسمونها يعني باللغة الدارجة المعاجز. معاجز نعم، كرامات خلينا نسميها كرامات كثيرة للأئمة عليهم السلام. فأراد الامام، ركز الامام العسكري عليه السلام، اذا تلاحظ اذا ترجع للتاريخ أكثر اللقاءات اللي صنعها أو يعني جمعهم فيها الإمام العسكري عليه السلام يريهم شيئا من معاجز الإمام، من كرامات الإمام الحجة عليه السلام. شو يريد يقول؟ يريد يقول هذا هو الخليفة من بعدي. ليش؟ لأن احنا هذا نشترطه اشتراطا، نشترطه أن يكون. من أين جاءت هذه الفكرة؟ هل من ذاكرة الشعب أو ذاكرة الشعبية لدى الشيعة، أم هي أصل لها؟ لا، فيها نصوص، فيها نصوص. يعني الإمام، يعني ينبغي يعني الإمام الكاظم عليه السلام، النبي يأتي بمعجزة. نعم، الإمام يأتي بمعجزة بالمعنى العام. نعم، أسميتموها كرامة، كرامة. بعض الكتب كذلك تسميها معاجز، وبعضها كرام، الأولياء كرامة والأنبياء معاجز. نعم، يعني هل من أين نشأت؟ هذه نشأت يعني أصل أصيل من اعتقاداتنا لسبب. لسبب. نعم. نحن نعتقد أن كما أن النبوة لطف إلهي، عبارة عن شخص يمثل الله عز وجل بين خلقه، بنفس هذا المنطق إحنا نقول الإمامة كذلك امتداد النبوة. نعم، لطف يجعله الله سبحانه وتعالى. نعم، بين عباده، ولولاه لساخت الأرض بمن عليها، وعندنا أحاديث كثيرة. هذا شنو نشترط به حتى نميزه؟ يعني كيف نميز أن هذا شخص يمثل الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ نعم، كيف نشخصه؟ ممكن لكل أحد يقول يابا إذا بتأليف الكتب أنا أقدر ألف كتب، إذا مثلا بالتدريس ندرس ماكو مشكلة. نعم، بالصلوات والدعاء كثير ناس عباد يعني، لكن منهجهم منهج ضال منحرف باطل. كيف يتميز؟ يتميز فقط وفقط إذا كان عنده كرامة. الله عز وجل لا يعطي الكرامات لكل أحد، الكرامات تعطى حصرا لأولياء الله. فإذا أعطيت كرامات لهذا، مقرونة هاي الكرامات بالدعوة، بدعوته لنفسه، دلت هذه الكرامات على صدقه. زين، يعني الآن كثيرون يدعون أنهم هم المهدي مثلا. نعم، يعني ليس فقط في العراق، أقول في العالم الإسلامي بشكل عام عموما. يعني صح، زين، حركة القاديانية وغيرها يدعون، شخصيات تدعي أنها الإمام المهدي عليه السلام. أنا كيف أميزها؟ الأئمة جعلوا لنا ميزانا لا يمكن لأحد أن يخترقه إلا الصادق فقط، قالوا واختبروهم بذن الموازين، موازين التعالي على الطبيعة، التعالي على الطبيعة. بس هو هذا اللي يقدر خلق يميز الناموس الطبيعي. نعم، في مسائل معينة. نعم، أو حتى بعض فلاسفتنا يعني الإسلاميين قالوا مو خارق للنظام الطبيعي، ولكن تشغيل قانون ما مكتشف بعد.
هالشكل لم تهتدي إليه البشرية. نعم لم تهتدي إليه فيكون هو إلى السبق يعني. فالإمام الكاظم يقول مثلا يعرف لغة الحيوانات يشترط يعرف المضمرات في القلوب يخبر الناس بما في غد وهذا طبعا فيها آيات قرآنية وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وقع أمثال ذلك في حياة الأئمة عليهم السلام كثير كثير. معاجز الأئمة عليهم السلام غصت بها الكتب العامة والخاصة. نعم. لهم كرامات باهرة. ما حكاية فيلسوف العراق الكندي إسحاق الكندي مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام؟ يعني كثير من الشخصيات ليس فقط الكندي. هذا بالذات لأنه يعني حكايته تتعلق بالقرآن وتحريف القرآن. نعم نعم. هو هذا كان بلاء مرض ابتليت به الأمة في زمان المأمون. بدأ في زمان المأمون العباسي مسألة هل أن القرآن مخلوق؟ ليش هم ليش قالوا؟ قال باعتبار أنه كلام الله عز وجل، فإذا كان كلام القرآن كلام الله فالله عز وجل أزلي ليس له بداية، ما مسبوق بعدم. فإذا القرآن الكريم أيضا أزلي، أزلي. وهذا اللي رتبوا عليه الأثر. فصار حكي أنه ما معرفة تاريخيا بمشكلة خلق القرآن، أي معضلة يسمونها معضلة يعني ليس لها حل. معضلة خلق القرآن زين عرضت طبعا وراح بيها 80,000 من المسلمين اقتتلوا عليها على هذه المسألة وراحوا بيها دماء كثيرة. فبعد المأمون اجوا إلى أن وصلت طبعا زمان الإمام الرضا الإمام الجواد الهادي العسكري عليهم السلام. الأئمة عليهم السلام كان لهم رأي مختلف. ذولاك شنو قالوا؟ العفو اللي قالوا بأن القرآن أزلي قالوا لله عز وجل كلاما نفسيا. نعم. مثل ما أنت لك كلام نفسي يسبق الكلام الشفوي. الشفوي. نعم. أنت تفكر بينك وبين نفسك يعني التفكير. ومن ثم تنتج. ثم تتحدث بما تريد بما تشاء. وإن زمنه تضاءل لكنه يسبق. فقالوا نفس الشيء. نفس الشيء الله عز وجل قبل أن يوحي بالقرآن إلى جبرائيل الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وآله كان القرآن في نفس الله عز وجل. إجوا الأئمة قالوا هذا أولا تشبيه لله عز وجل بخلقه. هو أنت منو قال لك طريقته هالشكل يعني؟ أنت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. أحسنتم. لا يقاس على الله، لا يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه. زين. نعم. شيخنا بقيت أمامنا دقيقة. نعم. دقيقة الإمام العسكري عفواً الإمام العسكري عليه السلام. نعم. قال. نعم. هذه الكلمة المعروفة. نعم. قال أن القرآن خلق من خلق الله. خلق من خلق. نعم. خلق من خلق الله. نعم. بالعودة إلى يعني حديث الولادة. نعم. لنرطب به الجو بعد هذا الحديث الطويل عن الشأنيات وشؤون الإمام عليه السلام. نعم. هل ثمة مراسم معينة أجريت عند ولادة الإمام الحسن العسكري؟ يعني التاريخ لا يذكر إلا العكس تماما. يعني كان الإمام عليه السلام قد ولد في أجواء ملؤها الظلم بحق هذا البيت، وكان مطارد، وكان الإمام الهادي عليه السلام قد أخفى ولادته فترة طويلة حتى عن شيعته. لماذا؟ لأنهم كانوا يتتبعونه حينما ولد. سماحة الشيخ سلام العسكري، شكرا جزيلا لحضورك اليوم مرة ثانية، وهنيكم بمولدي مولانا. وأنتم كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول الطاعات بحق محمد وآل محمد، وأن يعجل في فرج إمام زماننا. اللهم ربي آمين. حياكم الله، شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. كذلك تقدموا بجزيل الشكر والامتنان لسادة المشاهدين الأعزاء على كرم المشاهدة وحسن المتابعة. ألقاكم على خير، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.